السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبابي الكرام، رمضان مبارك سعيد، كل عام وأنتم بألف خير. كما يعني تلاحظون في هذا العنوان، هذا العنوان هو سوسيولوجيا رمضان. طبعا يعني أنا بصراحة بعد أن دخل هذا الشهر الكريم فكرت فقلت هل توجد سوسيولوجيا رمضان، هذا التخصص سوسيولوجيا رمضان؟ فكرت فيه فبحثت على جوجل فلم أجد يعني عناوين، لم أجد دراسات هكذا على جوجل حول سوسيولوجيا رمضان بهذا العنوان. كذلك بحثت على اليوتيوب فلم أجد يعني عناوين بهذا العنوان سوسيولوجيا رمضان. لا أعرف شخصيا هل توجد دراسات أو توجد يعني يوجد تخصص في عالمنا الإسلامي حول رمضان. لماذا فكرت في هذه المسألة؟ لأنه بالفعل رمضان مبارك أحباب الكرام، فكرت في هذه المسألة لأنه بالفعل رمضان شهر متميز في السنة، فيه ظواهر مختلفة عن بقية الشهور، ظواهر اجتماعية لا نعيشها إلا خلال شهر رمضان. بعض الظواهر سلبية وبعضها إيجابي، ونحن إذا أردنا أن ندرس مجتمعنا لا يجب فقط أن نكتفي بالتفكير المجرد، يمكننا أن نفكر بشكل مجرد ونقول مثلا هذه الظاهرة سلبية، هذه إيجابية، هناك تماسك اجتماعي، هناك أمور سلبية، هناك مثلا ثقافة استهلاك كذا، هنا يعني يمكن أن أتحدث بشكل مجرد. يعني التفكير المجرد يدخل في نطاق فلسفة أو في نطاق تفكير اجتماعي وغيرها، لكن نحن نريد أن نؤسس إلى التفكير السوسيولوجي لدراسة شهر رمضان والظواهر المرتبطة به، خاصة الظواهر التي ترتبط بشهر رمضان. ليس رمضان هو كظاهرة سوسيولوجية، وإنما الظواهر الاجتماعية التي ترتبط به. عندما يدخل هذا الشهر لا شك أنكم أنتم تلاحظون مجموعة من الظواهر التي لا نعيشها إلا خلال شهر رمضان، وبعض الظواهر تتكرر نعيشها خلالها شهر رمضان، يعني تختفي ثم شهر رمضان يعني المقبل نعيشها، وهكذا. يعني هناك مجموعة من الظواهر الاجتماعية المرتبطة بهذا الشهر الكريم. فكتبت يعني تدوينة بأننا نحتاج إلى سوسيولوجيا رمضان، فكان تعليق إحدى الأخوات على أنه بالنسبة لها رمضان هو يعني فقط تقليد وكذا، ويعني الإنسان لا يحترمه ويكذب وكذا ويسرق وغيرها من الأشياء. فأجبتها إجابة مقتضبة، بمعنى أن ما تقولينه هو في إطار الحكم المسبق لا برينوسيون، أو يعني هناك أشياء سوف نسميها الحس المشترك أو لا برينوسيون، الحكم المسبق. لكن علم الاجتماع السوسيولوجيا تدعو إلى القطع مع ما يسمى بلي برينوسيون، من ما يسمى بالأحكام المسبقة، وعلم الاجتماع أيضا يدعو إلى القطع مع الحس المشترك والأفكار المجردة، ويدعون إلى دراسة المواضيع بطريقة موضوعية، طريقة سوسيولوجية. الطريقة السوسيولوجية هي معروفة، يعني دراسات إمبريقية مثلا عن طريق الملاحظة المباشرة و les entretiens، المقابلات. إذن هنا في المنهج المناهج الكيفية يمكن أن ندرس رمضان بمناهج كمية، ولكن في الغالب المناهج الكيفية سوف تسعفنا كثيرا. حتى المناهج الكمية يمكن أن ندرس من خلالها بعض الظواهر الاجتماعية المرتبطة بشهر رمضان. أنا لا أقول أننا ندرس كل الظواهر، وإنما ندرس الظواهر التي تلتصق بشهر رمضان. إذن هنا يجب أن نفكر في المواضيع السوسيولوجية التي فعلا تشكل إشكالات بالنسبة لمجتمعاتنا، ونحاول أن نسبر يعني أغوارها، وأن نبحث يعني عن أو نكشف، يعني نكشف الستار والنقاب عن تلك الظواهر، سواء كانت سلبية أو إيجابية. ما هو السلبي سننتقده وننقده ونقدم دراسات قد تفيد المجتمع، وما هو إيجابي نثمنه ونشيد به، وبطبيعة الحال نحاول أن نحافظ عليه. إذا أحبابي الكرام، السوسيولوجيا كما أشرت لكم في تعريف بسيط هي تقطع مع الأحكام المسبقة، تقطع مع الحس المشترك، وهي تحاول أن تدرس بمناهج علمية، مناهج كيفية وكمية،
تدرس بمناهج كيفية وكمية، وبالتالي تخرج يعني بدراسات يعني علمية تفيد المجتمع. فأحبابي الكرام، أريد منكم أن تتفاعلوا معي في هذا الموضوع، وأن تفكروا معي وأن نفكر جميعا في التأسيس لهذه السوسيولوجيا، ولو بأفكار نؤسس لهذه السوسيولوجيا، سوسيولوجيا رمضان، ولو بأفكار. لا أعرف، كما أشرت لكم في البداية، لا يمكن أن أدعي أنني صاحب هذه الفكرة، لأنه يجب علينا أن نبحث عن الدراسات التي أجريت حول هذا الشهر. كما أشرت لكم، ليست الدراسات التي هي عامة، وإنما أنا أقصد فقط الظواهر التي هي ملتصقة بهذا الشهر. إذا كانت هناك ظاهرة مثلا يمكن ملاحظتها في شهور أخرى، فلا نعتبرها من سوسيولوجيا رمضان. نحاول أن نبحث فقط عن الظواهر الخاصة بهذا الشهر، الظواهر التي نرى يعني أن هذا الشهر بقدومه يجعل الإنسان يتفاعل في المجتمع بطريقة معينة، يعني بطريقة معينة. وبالتالي إذا استطعنا أن ندرس هذه المواضيع سوسيولوجيا سنفيد مجتمعنا. وأنا فقط لا أدعو إلى سوسيولوجيا رمضان فقط، وإنما أدعو إلى سوسيولوجيات أخرى. شخصيا أدعو إلى ابتكار سوسيولوجيات أخرى تناسب واقعنا، بالإضافة إلى يعني ما هو موجود، الأشياء الموجودة الرائعة إلى آخره. هناك بعض الأشياء مثلا غير موجودة في بعض المجتمعات، وبالتالي فنحن نحتاج إلى السوسيولوجيا لكي نفهم يعني مجتمعاتنا بشكل موضوعي وبشكل علمي. مرحبا، من معي هنا؟ مرحبا، رمضان مبارك سعيد للجميع. الأخ الكريم أمير الدين رباح يقول ربما تدرس كظاهرة. لا، ليس رمضان كظاهرة، أنا قلت لك سوسيولوجيا رمضان، يجب أن نفهم ما معنى السوسيولوجيا. لا، لقد شرحت معنى السوسيولوجيا. السوسيولوجيا هي تكشف، يعني إنها ما يسمى بلو ديفوالمون، الكشف، بمعنى أن السوسيولوجيا تقطع يعني مع الحكم المسبق لا برينوسيون، وتقطع مع الحس المشترك لو سونس كومان، وتقطع مع الأفكار المجردة. والسوسيولوجيا، ما معنى السوسيولوجيا؟ أولا تفكر. السوسيولوجيا، ما معنى السوسيولوجيا؟ شوف، أشرح لكم السوسيولوجيا باختصار، لأنه البعض لا يفهم السوسيولوجيا ويعتقد بأنها صعبة وكذا ويصعب على الطلبة. لا، السوسيولوجيا بسيطة جدا، لا تجعلوا السوسيولوجيا صعبة عليكم. السوسيولوجيا هي مهنة وحرفة ليست صعبة إذا فهمناها بشكل جيد. ما معنى السوسيولوجيا؟ السوسيولوجيا باختصار شديد هي أنك تتساءل، يكون لديك هموم وقضايا يعني وإشكالات، وسؤال عادي، سؤال انطلاق، تحوله إلى إشكالية سوسيولوجية. عندما تحوله إلى إشكالية سوسيولوجية، بعد ذلك تقوم بدراسة تلك الإشكالية السوسيولوجية ميدانيا عن طريق الأدوات المنهجية يعني المعروفة، منهج كيفي، منهج كمي إلى آخره. ثم بعد ذلك تستخلص مجموعة من المعطيات التي تفسرها، وهنا يتدخل بعد ذلك يعني تدخل التأويل والتفسير إلى آخره حسب المنهج المعتمد. إذن السوسيولوجيا ليست يعني شيء صعب علينا لكي نتقنه، ولكي يعني ندرس مجتمعاتنا بطريقة علمية، ولكي نخرج بنظريات إلى آخره. أنا عندما أقول لكم سوسيولوجيا رمضان، يمكن أن ننتج سوسيولوجيا أخرى، يعني مجموعة من السوسيولوجيات التي يعني تناسب واقعنا، بالإضافة إلى الأشياء التي ندرسها والتي نستقيها من الآخر ونستفيد منه إلى آخره، والتي هي أشياء تشترك فيها الإنسانية جمعاء. هناك أشياء ليس ظواهر لا توجد مثلا عند الآخر، مثلا توجد عندنا نحن. إذن يجب أن ندرس تلك الظواهر وأن نفهمها، لكن الفهم لا يكون بالحس المشترك، ولا يكون بالعاطفة الدينية، ولا يكون بالعاطفة اللادينية. دائما أقول لكم أن المنهج الصحيح في الدراسة السوسيولوجية هو الذي يتفادى يعني السقوط في انحرافين، انحراف العاطفة الدينية وانحراف العاطفة اللادينية. هناك ايديولوجيتان دائما ما يعني يسقط فيهما الإنسان. لاحظوا معي ما أقول لكم، ربما تعرفون الناس أو تعرفون مجموعة من الأشخاص الذين تناقشون معهم، تجدونهم بعضهم، ليس الكل، تجد إما هو له عاطفة دينية غالبة عليه، وبالتالي هذا الشخص لا يمكن أن يكون سوسيولوجيا، يجب عليه أن نتخلص من تلك العاطفة الدينية في الدراسة السوسيولوجية. وتجدون آخرين تغلب عليهم العاطفة اللادينية والكره للدين، وهذا هو الآخر لا يستطيع
أن يدرس المجتمع بطريقة يعني موضوعية وسوسيولوجية. السوسيولوجي هو الذي مهما كانت مواقفه ومهما كانت اتجاهاته مهما كانت معتقداته، فهو عندما يدرس مجتمعه يلبس القبعة السوسيولوجية ويلبس البذلة السوسيولوجية ويدخل للدراسة. كما أعطيت مثالا سابقا قلت لكم بأن السوسيولوجي هو مثل الطبيب الذي يرتدي الوزرة البيضاء ثم يدخل للعمل. ذلك الطبيب لا نعرف مواقفه واتجاهاته ودينه إلى آخره، لكن عندما يدخل إلى العمل يدخل إلى العمل كطبيب. كذلك فالسوسيولوجي فهو طبيب المجتمع. أنا أعتبر السوسيولوجي طبيب المجتمع الذي ينبغي عليه أن يرتدي القبعة السوسيولوجية أو البدلة السوسيولوجية ثم يدخل للعمل مهما كانت مواقفه. لا ينبغي أن يدخل ذاتيته ويعني ما مواقفه هو عندما يدرس أي موضوع سوسيولوجي، كي تكون دراسته السوسيولوجية موضوعية ولها معنى، وبالتالي يستطيع أن يفيد من خلال ذلك مجتمعه. يعني بمعنى، يعني لا ينبغي مثلا أن نركز على الجوانب الإيجابية، نقول فقط يعني هذه رمضان هو إيجابي فقط ونذهب إلى الجوانب، لا، ندرس المسائل السلبية، لأننا لا ندرس رمضان كشهر، لأن هنا نحن لا ندرس رمضان كشهر، وإنما ندرس الظواهر الاجتماعية، ما أنتجه رمضان وكيف يتفاعل الناس مع رمضان. يعني عندما سندرس بعض الظواهر السلبية مثلا سندرس الترمضينة أو سندرس مسائل ديال ثقافة الاستهلاك أو كذا، أو سندرس مثلا التماسك الاجتماعي، التراحم إلى آخره، الإنفاق، مجموعة من القضايا والظواهر المرتبطة بشهر رمضان سندرسها، لكن بشكل موضوعي، بشكل موضوعي لنفهم تفاعل الناس في هذا الشهر الفاضل وكيف يتحرك المجتمع إلى آخره والتغيرات التي تطرأ عليه خلال هذا الشهر. مرحبا سلام، مرحبا. سوسيولوجيا التسوق. ممكن الأخت زهرة توليب تقول، سوسيولوجيا التسوق، ممكن أن ندرس التسوق في رمضان كموضوع ونبحث عن إشكاليات مرتبطة بموضوع التسوق، ويمكن حتى التسوق يمكن تكون له سوسيولوجيا خاصة. أنت قلت سوسيولوجيا التسوق، هذا يعني حتى التسوق يمكن أن يكون له سوسيولوجيا خاصة من دون رمضان. سوسيولوجيا التسوق ممكن، لأنه مثلا في الغرب يعني لهم مجموعة من السوسيولوجيات، سوسيولوجيا الحب، سوسيولوجيا الفن، سوسيولوجيا مثلا المثليين، سوسيولوجيا إلى آخره. أنت تدرس سوسيولوجيا رمضان، سوسيولوجيا التسوق، سوسيولوجيا إلى آخره إلى آخره. علم اجتماع ديني، نعم ممكن نقول علم اجتماع ديني، أو يعني علم اجتماع ديني هو يدرس الدين بصفة عامة. أنا ما أقترحه هو سوسيولوجيا رمضان، يعني لا أقترح، لأنه الدين أمور أخرى، أنا أتحدث عن الظواهر الاجتماعية المرتبطة برمضان، يعني أثر رمضان على المجتمع، يعني كيف تصرف الناس، لأنه بعض الناس يتصرفون بطريقة ما وآخرون يتصرفون بطريقة ما. هناك ظواهر اجتماعية كثيرة مرتبطة بهذا الشهر. ربما سوسيولوجيا رمضان في المغرب تختلف عن سوسيولوجيا رمضان في السعودية أو في اليمن وكذا. ربما تكون هناك ظواهر اجتماعية مثلا مرتبطة مثلا بتونس، بالواقع التونسي، تختلف عن تلك المرتبطة بالواقع المغربي وغيرها إلى آخره إلى آخره. يمكن أن نقوم بدراسات مقارنة يعني بين المغرب وتونس والسعودية، ولكن كل مجتمع يحاول أن يدرس القضايا والإشكاليات التي ترتبط بهذا الشهر الكريم. نعم، إذن كان هذا هو الاقتراح الذي اقترحته. والأخ الكريم يقول سوسيولوجيا التضامن في رمضان. لا، شوف، التضامن، لكن لا ينبغي أن نقول سوسيولوجيا التضامن في رمضان. سوسيولوجيا رمضان وندرس موضوع التضامن من أي زاوية، ما هي الإشكالات أو الإشكاليات السوسيولوجية المرتبطة في رمضان يعني بالتضامن. السهر كما قال الأخ مصطفى عبادة، السهر يعني لأن السهر مثلا له علاقة مثلا إلى حد ما برمضان. كيف يسهر الناس كعائلات وليس كأشخاص، مثلا نحن كأشخاص نسهر، ولكن كما ممتاز للاخ الكريم مصطفى يقول مثلا السهر كموضوع يمكن ان ندرسه في رمضان. يعني مثلا الناس يسهرون في الاشهر الاخرى، لكن في رمضان يكون السهر مثلا جماعي، عائله كلها، الام الاب كذا هذا مثلا، يعني ياكلون مثلا العشاء متاخر وكذا، مجموعه من الاشياء، مرتبطه، السحور والسوسيولوجيا مثلا والسحور وكيف تكون الاجواء خلال السحور كذا، ظواهره السلبيه والايجابيه، يعني كل اشياء رمضان بصراحه يمكن ان نؤلف من خلاله كتب وكتب سوسيولوجيا، ويعني ونقوم بدراسات سوسيولوجيه كثيره جدا فقط حول رمضان. لكن كما اشرت لكم لا ينبغي ان نخلط، لا نقول مثلا سوسيولوجيا، يعني كما اشرت لكم انا الان
أحاول أن أسس لسوسيولوجيا رمضان، الطقوس في رمضان مثلا، ولكن لا نقول سوسيولوجيا الطقوس، لأن سوسيولوجيا الطقوس ميدان آخر والطقوس مختلفة. عندما تقول سوسيولوجيا الدين ليست خاصة بالإسلام أو برمضان، عندما تقول سوسيولوجيا الطقوس ليست خاصة برمضان، عندما تقول سوسيولوجيا التسوق ليست خاصة برمضان، هذه سوسيولوجيات كبيرة. نحن الآن نتحدث فقط عن السوسيولوجيا التي اسمها سوسيولوجيا رمضان، الطقوس ويعني الظواهر الاجتماعية المرتبطة بها، العبادة والظواهر المجتمع المرتبطة بها، مثلا قضية التراويح، صلاة التراويح كظاهرة سوسيولوجية، يعني الظواهر ليس التراويح كظاهرة سوسيولوجية، وإنما الظواهر الاجتماعية المرتبطة بالتراويح، الظواهر الاجتماعية المرتبطة بمجموعة من الأشياء، مجموعة من الأشياء التي تحدث في رمضان لا تحدث في الأشهر الأخرى. وبالتالي نحن بحاجة ماسة إلى فهم مجتمعنا يعني خلال شهر رمضان، ونكون موضوعيين، نكون موضوعيين بدون إيديولوجية لا دينية ولا معادية للدين. أنا دائما أنادي بالسوسيولوجيا الموضوعية التي لا تدخل بعاطفة دينية ولا تدخل أيضا بعاطفة لا دينية. هذه السوسيولوجيا التي أدافع عنها، ودائما يعني أحاول أن أرسخها عند يعني الناس، لأنه بالفعل أغلب الناس يعني هناك فئة إيديولوجية يعني عاطفة دينية، وهناك فئة إيديولوجية لا دينية معادية للدين، وتجد يعني هذا الصراع وهذا التغليب يعني في لهذا المنطق. لا، السوسيولوجيا يجب أن تبتعد عن هذه الصراعات، التقاطبات الإيديولوجية، وأن ندرس المجتمع بطريقة الكشف عن النقاب، ندرس المجتمع بطريقة لو ديفوالمون. لو ديفوالمون سي يعني نكشف عن الظواهر والخبايا التي لا نستطيع أن نراها بالعين المجردة، أو لا نستطيع أن نراها بالتفكير المجرد، لأن التفكير المجرد حول الظواهر هو تفكير مجرد، لو سونس كومون، حس مشترك. لكن عندما سندرس المجتمع بأدوات علمية موضوعية، ربما سنكتشف أشياء لا نعرفها، ربما نحن نجهل مجموعة من الأشياء عن الظواهر الاجتماعية الموجودة في مجتمعاتنا خلال شهر رمضان، وهذا سوف يساعدنا على التأسيس إلى ربما أفكار جديدة، ربما قد نساعد المجتمع على يعني تلافي بعض الأشياء السلبية، وربما نثمن بعض الأشياء الإيجابية وغيرها. القلق جيد، ممتاز الأخ مصطفى، والأخت أيضا الأخت زهرة مثلا تقول لك يعني مثلا أمور مرتبطة بالقلق، التعصب، الغضب، الانفعالات الزائدة مثلا، هذه ممكن كذلك تدرس، يعني تدرس كذلك في إطار شهر رمضان المبارك، يعني تدرس كيف يعني يتصرف الناس يعني في سلوكاتهم، يعني سلوكاتهم كذلك، يعني كيف يتصرفون في اجتماعهم، مجموعة من الأشياء، مجموعة من الأشياء. مثلا الأخ موحى يقول ظاهرة العنف الترمضينة، نعم هذه تحتاج إلى دراسات سوسيولوجية التي يعرفها الشارع المغربي مثلا وراء العصر، وخاصة في الأحياء والأسواق الشعبية مثلا. هذه ممتاز، كلامك رائع الأخ محمد الذهبي، يعني ربما ندرس كذلك الفرق، يعني رمضان عند الفقراء ونقارنه برمضان عند الأغنياء، كيف يعيش الأغنياء رمضان، الطبقة مثلا الفقيرة كيف تعيش الأحياء الشعبية رمضان، الأحياء الراقية، يمكن أن نقارن. ربما نذهب في أمور أخرى، يعني مثلا أعطيكم مثال، يمكن أن ندرس ظاهرة يعني استغلال رمضان من طرف النظام السياسي، كيف يعني القفة الرمضانية ندرسها سوسيولوجيا، القفة الرمضانية الشعبية والقفة الرمضانية السياسية، القفة الرمضانية الانتخابية وغيرها. يمكن أن ندرس يعني مواضيع كثيرة، يجب فقط أن نفكر، لأنه السوسيولوجيا هي التفكير أولا، يعني التفكير، يعني قبل أن أكون سوسيولوجيا يعني الميدان، يجب أن أفكر وأطرح إشكالات ترتبط بمجتمعي، ثم بعد ذلك أحاول أن يعني أقوم بصياغة إشكاليات سوسيولوجية، ثم أدرسها عن طريق الأدوات المنهجية المتوفرة. يعني السوسيولوجيا ليست هي الذهاب بشكل أعمى إلى الميدان. البعض يأتي عندي ويقول لي اقترح علي موضوع، كيف لي أنا أن أقترح عليك موضوع؟ أنت الذي تعيش في مجتمعك، وأنت الذي يجب أن تفكر، وأنت الذي يجب أن تصنع موضوعك وتساؤلك، لأنك أنت المعني بالبحث ولست أنا. أنا عندما سأبحث في موضوع ما، سأبحث في الموضوع الذي يشغل بالي، يشغل بالي، يكون عندي تساؤل، أحوله إلى إشكالية سوسيولوجية، أختار المنهج المناسب، أختار بعض الأشياء التي تساعدني نظريا إن وجدت ذلك، ثم أنطلق في البحث. إذا أحبابي الكرام، هذا الموضوع ربما سوف نستطيع أن نؤسس له. أنا لا أقول بأنني سأقوم شخصيا، وإنما أحاول أن أطرح بعض الأفكار، بعض الأشياء،
أؤسس لسوسيولوجيا رمضان، لا أعرف شخصيا هل فعلا يعني سبقني أحد من الأساتذة أو من الخبراء إلى هذا الموضوع أو من السوسيولوجيين، لا أعرف، ربما تكون هناك دراسات مرتبطة برمضان، لكن هل فعلا كان هناك تأسيس لما يسمى بعلم اجتماع رمضان أو سوسيولوجيا رمضان؟ لا أعرف، يجب أن نبحث. أنا فقط طرحت هذه الأفكار، إن كانت موجودة فنعزز هذه السوسيولوجيا ونطورها، وإن لم تكن موجودة فنؤسسها ونحاول أن نطورها، ثم بنفس الطريقة يمكن أن نؤسس كما أشرت لكم إلى سوسيولوجيات أخرى متنوعة لها علاقة بمجالنا. يعني هناك أشياء كثيرة وظواهر اجتماعية لا توجد في الغرب ولا توجد في فرنسا ولا توجد في أمريكا وغيرها، وبالتالي نستطيع يعني من خلال ذلك أن نؤسس إلى أشياء ترتبط بمجتمعاتنا، وهذه هي السوسيولوجيا التي تستطيع أن تقوم بدورها في المجتمع. لأن يعني تلك السوسيولوجيا المستوردة بشكل أعمى، أو تلك السوسيولوجيا يعني التي هي غير سوسيولوجيا فيها عاطفة دينية وكذا وبدون فهم بدون نقد، تلك ليست سوسيولوجيا، وتلك السوسيولوجيا التي تريد أن تفرض على المجتمع أشياء هكذا بشكل أعمى ليست سوسيولوجيا. السوسيولوجيا الحقيقية هي التمكن من فهم السوسيولوجيا نظريا ومنهجيا، ثم الانطلاق في دراسة المجتمع بشكل موضوعي دون حزازات دون ايديولوجيات دون يعني اسقاطات دون يعني احكام مسبقه دي برينونسيون، والقطع مع الحس المشترك. شوقي السعداوي يقول سوسيولوجيا رمضان الا تدخل في سوسيولوجيا الدين والاعتقاد؟ لا، شوف، سوسيولوجيا رمضان هي لا تدخل في سوسيولوجيا الدين والاعتقاد. لماذا؟ سوسيولوجيا رمضان هي ترتبط الظواهر الاجتماعيه التي نعيشها في رمضان تختلف عن بقية الشهور، وبالتالي التأسيس إلى سوسيولوجيا رمضان سيكون فيه منفعة للمجتمع، لأن هذا الشهر ترتبط به ظواهر اجتماعية نعيشها لا توجد في شهور أخرى، وهذه الظواهر الاجتماعية تحتاج إلى تفكيك لفهمها وكشف النقاب عن كل يعني ما يرتبط بها، يعني محاولة كشف النقاب وتعرية الواقع. عندما نقول تعرية الواقع ليس المقصود أننا نعري ما هو سلبي، سنعري حتى على الأشياء الإيجابية الخفية، هناك أشياء إيجابية خفية سنعري عليها فنكتشف المسائل الإيجابية، وهناك أشياء سلبية سنعري عليها فنكتشف المسائل السلبية. إذا عندما نقوم بتعري السوسيولوجي عندما يقوم بالتعرية فهو لا يبحث فقط عن الأشياء السلبية، قد يجد أمور إيجابية أيضا وأمور إيجابية ويثمنها، وبالتالي هذه المسائل التي يمكن أن ندرسها. يمكنكم أن تقترحوا، المرجو منكم اقتراح مواضيع أخرى. رمضان كريم أخي من الجزائر مصطفى، المرجو من الإخوة الكرام اقتراح مواضيع، وإذا دخل بعض الطلبة والذين يبحثون عن مواضيع وكانوا يعني يريدون دراسة هذا الموضوع، فبصراحة هذا موضوع مهم، يمكنكم أن تبحثوا عن إشكاليات مرتبطة بهذا الشهر وتدرسوها بصراحة. بصراحة رامي ما رامي ما ماهوك يقول ممكن ندرس التباين بين المظاهر السلوكية في رمضان والأشهر الثلاثة الأولى بعد زوال رمضان، أو ما لتأثير رمضان على مظاهر. صحيح، رائع جدا، ممتاز. أخ رامي يقول بأننا يمكن أن ندرس مثلا التباين بين المظاهر السلوكية في رمضان وبعده مباشرة، يعني كيف أن الإنسان مثلا يكون في إطار سلوك معين ثم يتغير مباشرة بعد رمضان إلى آخره. هذا يعني كلام ممتاز، يعني ظواهر سلوكية واجتماعية ربما، فقط يعني أقول أنه يعني الظاهرة السوسيولوجية يجب أن تكون ظاهرة اجتماعية، يعني ليست مثلا حالة خاصة. الحالة خاصة لا يدرسها علم الاجتماع، علم الاجتماع لا يدرس حالة خاصة يعني وقعت، علم الاجتماع يدرس الظاهرة التي تتكرر والتي تكون اجتماعية وتتكرر، تلك الظاهرة علم الاجتماع يدرسها ليفهمها ويكشف النقاب عن مختلف يعني زواياها ومختلف يعني الأسرار التي تخبئها. هذا هو علم الاجتماع، يعني دائما يجب أن يعني نفهم بأن علم الاجتماع لا يدرس حالات خاصة، يعني وإنما يدرس يعني ظواهر اجتماعية، وتلك الظواهر الاجتماعية تكون تخفي أشياء لا نعرفها. فعلم الاجتماع بالمناهج العلمية نكشف النقاب عن بعض الأشياء، لأنه بالتفكير المجرد قد نقول رأي بالتفكير المجرد، هذا كي يسمى رأي، ولكن لا، علم الاجتماع يقول لك اذهب فادرس بأدوات منهجية وعلمية وموضوعية حتى تستطيع أن تستخرج بعض الأشياء التي لم تكن أنت أصلا تعرفها، هذا هو علم الاجتماع. شوقي سعداوي يقول معك في هذا، لكن ممارسة دينية لا أكثر،
وتفريغاتها تدخل ضمن نفس. لا 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 شوقي سعداوي، أنت الآن تتحدث بمنطق، إذا منطقك الآن هو منطق يعني إيديولوجي، تقول لي هي ممارسة دينية وتفريعاتها تدخل ضمن، لا تحدث معي بمنطق السوسيولوجيا ليس بمنطق الإيديولوجيا. السوسيولوجيا منطقها أنه مثلا نعطيك مثال، في فرنسا عندهم سوسيولوجيا المثليين، عندهم سوسيولوجيا الحب، سوسيولوجيا الفن، سوسيولوجيا الأحلام، حتى الأحلام يعني برنار لاير عنده سوسيولوجيا الأحلام. وأنت تقول لي إذا هو مثلا حصر نفسه ولم يفكر، فهل كان من الممكن أن يفكر في هذه السوسيولوجيات؟ لا، ولكن مثلا يمكن أن نفكر في رمضان، لأن هناك ظواهر اجتماعية. لو لم تكن هناك ظواهر اجتماعية مرتبطة بشهر رمضان لما تحدثنا عن سوسيولوجيا رمضان. ما دامت هناك ظواهر اجتماعية ترتبط بشهر رمضان وليس ولا توجد في أشهر أخرى، فهنا يعني يستحق الموضوع أن يعني رمضان يستحق أن تكون له سوسيولوجيا خاصة. سوسيولوجيا خاصة مصطفى عبادة، الحجر الصحي مرتبط برمضان ممكن، ولكن الحجر الصحي هو يعني حالة طارئة، ممكن ولكن هو حالة طارئة، يمكن أن ندرسه، لكن من الأفضل أن ندرس المواضيع التي تكون يعني دائما تتكرر، لأنه الحجر الصحي هو حالة طارئة في رمضان. يعني هو يمكن أن ندرس الحجر الصحي بصفة عامة، لكن الحجر الصحي في رمضان هو حالة طارئة، فمثلا ربما السنة المقبلة لن يكون هناك حجر صحي، وبالتالي ما فائدة دراسة الحجر الصحي في رمضان؟ إذا مثلا السنة المقبلة أو بعدها لم يكن هناك حجر صحي، فما فائدة الدراسة؟ ممكن تكون فيها فوائد وكذا، لكن إذا درسنا الحجر الصحي بصفة عامة، نعم سوسيولوجيا الحجر الصحي، نعم أتفق معك سوسيولوجيا الحجر الصحي، لكن في رمضان ندرس الظواهر التي تتكرر، مجموعة من الأشياء يعني نعيشها كل سنة، كل ما يأتي رمضان نعيش تقريبا نفس الظواهر، وبالتالي نحتاج إلى تفكيكها وفهمها. هذا هو المراد من هذا التدخل، هو أننا نحتاج إلى فهم تلك الأشياء. مظاهر العنف مثلا العنف في رمضان، يعني بعض الأشياء التي يعني تختلف، لأنه العنف هو دائما موجود، لكن العنف الرمضاني يعني بعض الأشياء التي نراها في رمضان ربما يعني نلاحظ ظواهر مختلفة. هنا يعني ندرس العنف في رمضان ونقارنه مثلا بشهور أخرى، هذا نعم موضوع جميل جدا، العنف في رمضان ومقارنته بالأشهر الأخرى، هل فعلا رمضان يعني يكون أقل عنفا؟ مثلا قضية، أنا مثلا أعطيكم مثال من بين الأشياء التي كنت ألاحظها، مثلا أن رمضان، مثلا أعطيكم مثال، أنا شخصيا من غير يعني بعض الأحياء الشعبية في الأشهر الأخرى من غير رمضان تجد مجموعة من الشباب الطائش ومن الشباب الذين يعني يشربون الخمر وكذا، يقولون كلام فاحش وكذا، وتكون هناك خمر، لكن في رمضان يتغير الوضع. مثلا من الناحية الاجتماعية أنا شخصيا عشت هذه التجربة، في رمضان مثلا تعيش يعني نوع من الهدوء في النوم، ولكن في الأشهر الأخرى تجده مثلا خاصة في فصل الصيف يمر فيسب وكذا وكذا في الليل ويزعجك في النوم، لكن في شهر رمضان تجده يعني هذه مثلا في بعض الأحياء في المغرب تجد هذه الظواهر، أنه في رمضان يقل نوعا ما يعني الخمر وكذا، الأشياء التي تؤدي بأن المجتمع يعيش نوع من الهدوء في بعض الأشياء، هذه تحتاج كذلك إلى دراسة. هناك مجموعة من الأشياء. سعيد المستاري، البرامج التلفزيونية ممتاز ممتاز للأخ سعيد المستاري، هذا يعني كلام مميز للأخ سعيد، لأنه اقترح موضوع جميل جدا وهي البرامج التلفزيونية الرمضانية، لأنه فعلا البرامج التلفزيونية الرمضانية تختلف يعني في كثافتها وفي شكلها وكذا، تحتاج إلى دراسة ودلالتها وكذا بالنسبة للمتتبع، وهل يتابعها المتتبع في رمضان، وما هي أنشطة يعني كذا، وعلاقة مثلا ظاهرة علاقة مثلا الناس بالقرآن في رمضان، ومجموعة من الأشياء. يجب أن ندرس كل الأشياء سلبية إيجابية لا يهم، يعني نطرح إشكالات وندرسها، لا ينبغي أن نحصر أنفسنا في إشكاليات معينة ونحاول أن نبين أن رمضان إيجابي أو سلبي أو لا لا، نحاول أن ندرس الظواهر الاجتماعية. يعني رمضان هو شهر، لكن ندرس، نحن ندرس البشر لا ندرس رمضان، وإنما ندرس البشر وتعامله والظواهر الاجتماعية وعلاقتها بهذا الشهر. بالنسبة للمراجع حول أي ظاهرة سوسيولوجية كيف يمكننا انتقاؤها وربطها بما هو ميداني؟ رحاب بيتي، المراجع، أولا المراجع، إذا كنت تتحدثين عن المراجع التي سوف نفسر بعد أن نأتي بالميدان،
لأن هناك مثلا نظريات وأشياء نقرأها قبل ذلك لنفهم السوسيولوجيا، لكن في التفسير عندما نريد أن نؤول أو نفسر المراجع نختارها بحسب الموضوع، بحسب الموضوع يعني حسب الموضوع. لا يمكن أن أقول لك يعني يجب أن يكون هناك موضوع. إذا درست مثلا رمضان ودرست ظاهرة التسوق، يجب أن تبحثي عن أشياء لها علاقة بالتسوق، أشياء لها علاقة برمضان وغيرها وغيرها، يعني لكي تفهمي ويعني ما له علاقة بموضوعك تبحثي في المراجع التي لها علاقة بالموضوع. إذا لم تجدي مراجع مباشرة لها علاقة بالموضوع، تكون هناك مراجع عامة، مثلا مراجع عامة وكذا إلى آخره، وتستعين ربما ببعض النظريات السوسيولوجية، بعض الأشياء إلى آخره التي تفسر تلك الأشياء. السوسيولوجيا تدرس، أما الإيديولوجيا تتبع. صحيح، صحيح عثمان، طيب كلامك صح. السوسيولوجيا تدرس بشكل علمي، الإيديولوجيا هي فقط تريد أن توصل، يعني أن تؤكد. يعني شوف، السوسيولوجيا هي تدرس لتفهم، الإيديولوجيا هي تريد أن تؤكد وحقيتها، وبالتالي فهي تفرض عليك، يعني تريد أن تفرض نفسها. السوسيولوجيا لا تفرض نفسها، السوسيولوجيا يريد أن يفهم هو، فهو كما أشرت في البداية فهو يرتدي القبعة السوسيولوجيا أو البدلة، فيدخل ليدرس بشكل موضوعي، بشكل موضوعي، يفكر قبل ذلك، يطرح إشكاليات وكذا، ثم يدخل بشكل موضوعي، حتى وإن أراد مثلا أن يدرس أشياء مثلا إيجابية وكذا، في تتهيأ له، هو يتخيله إيجابية، ولكن يجب عليه أن يدرسها بشكل موضوعي. إذا أراد أن مثلا أن يدرس ظواهر سلبية، فنفس الشيء يجب عليه أن يدرسها بشكل موضوعي، يستخرج منها يعني يكتشفها، ويخدم بذلك المجتمع. لأنه عندما ستدرس مثلا بشكل موضوعي سوف تستطيع أن تكتب مقالات في بعد ذلك، مقالات إلى آخره للمجتمع، يستفيد منها المجتمع، ويمكن أن تقوم بمداخلات وكذا، هناك من سيشارك في برامج إذاعية أو تلفزية فيناقش وكذا، وبالتالي نستطيع أن يعني نخلق نقاشا مجتمعيا بعد أن نقوم بدراسات السوسيولوجيا حول رمضان. الحركة الاقتصادية، جميل جدا أخي الكريم. ما يعني ما هو اقتصادي؟ الجوانب الاقتصادية في رمضان هذه نعم مختلفة. إن هذه كذلك الجانب الاقتصادي يمكن أن ندرسه في رمضان، وكيف يتغير المدخول، مثلا المدخول الرمضاني من أين يأتي، يعني من أين يأتي الفقير، تجد مجموعة من الناس يستهلكون أكثر، من أين يأتون بالمدخول كذا، كيف يتصرفون، استراتيجيتهم الرمضانية، يعني هذه كذلك مواضيع مهمة. الأخ الكريم سلطان عبد السلام عارف، مرحبا. ترمضينا كما يقول أخي أمين رشيد، نعم رشاد، وقد سبق أحد الإخوان ذكرها. العنف كذلك الكانسو، نعم، الذي أصبح كذلك. سوسيولوجيا المناسبات، سيمو المستاري، نعم يمكن أن يعني نعم، ولكن شوف كما أشرت لك أخي، السيمو لا نقول سوسيولوجيا المناسبات أو سوسيولوجيا التسوق أو سوسيولوجيا، لا، سوسيولوجيا رمضان والظواهر المرتبطة بها في هذا الموضوع. لكن إذا أردت أن تتحدث عن سوسيولوجيا التسوق، سوسيولوجيا الدين، ممكن، ولكن نحن الآن في إطار سوسيولوجيا رمضان، الظواهر الاجتماعية المرتبطة برمضان. يعني إذا أردنا أن نعرف الموضوع، موضوع سوسيولوجيا رمضان هي الظواهر الاجتماعية المرتبطة بشهر رمضان. هذه الموضوع، يعني إذا أردنا أن نؤسس لهذه السوسيولوجيا يعني ونكتب عنها موضوعا، فهي الظواهر الاجتماعية المرتبطة بشهر رمضان، والتي لا تكون في غيرها من الشهور، ويجب أن نختارها بعناية. يعني يجب أن يكون فعلا الموضوع مرتبطا بشهر رمضان، يعني ماشي تجيب موضوع اللي هو مثلا ما عندوش علاقة برمضان فقط، عنده علاقة بشهور أخرى وتحشره في رمضان، لا، أو تأتي بموضوع ربما الحجر الصحي سينتهي بعد في رمضان المقبل وكذا، وبالتالي لن يكون هناك استفادة كبيرة. يعني نأتي بظواهر اجتماعية مرتبطة وملتصقة برمضان، ملتصقة برمضان. الأخ عزيز بهيدا، هناك ظواهر تستحق الدراسة، تستحق أن نصفها من الدراسة. مثلا في رمضان يظهر نوع من التضامن الجمعي، كما يقول الأخ، مثلا التضامن الجمعي الذي يظهر بقوة، لماذا وكذا نفهمه، خصوصا في إعداد الحلويات. مثلا الشباكية، برافو عليك، برافو عليك، الشباكية وعلاقتها برمضان، هذه بصراحة كلام جميل جدا. الشباكية وعلاقتها برمضان، وكيف يعني تتعاون النساء، ممتاز ممتاز. يعني هذه بصراحة الشباكية وحدها موضوع، لأنه مثلا أنتوني جيدنز في كتابه السوسيولوجية يتحدث عن القهوة. من قرأ منكم كتاب علم الاجتماع لأنتوني جيدنز سيفهم بأن أنتوني جيدنز حلل القهوة، ويعني فسر وتحدث عنها كظاهرة سوسيولوجية خطير جدا،
كيف استخرج منها مجموعة من الأشياء. الشباكية كذلك كما قال الأخ لها يعني أبعاد، لها أبعاد، وبالتالي فهي مرتبطة برمضان في الغالب، هي موجودة في غيره من الشهور، لكن الشباكية الرمضانية إن صح التعبير لها أبعاد أخرى. فتعاون النساء في إعداد هذه الحلويات وقد يهيمن على هذا التعاون المنطقي البراغماتي مع برافو عليك، يعني ممكن أن كما تقول أنت يعني المنطق البراغماتي وغيرها، ويمكن أن تستخرج أشياء مثلا تقوم مع النسوة بانتروتيان مع النسوة اللي وجدوا الذي النسوة اللواتي يعني قمنا بإعداد الشباكية والحلويات، فتقوم بانتروتيان يعني بعض أسئلة وكذا، أنت ماذا كذا وأنت وهذا، وتفهم عقلية النساء مثلا في التعامل مع في هذه المسألة هذه المرتبطة برمضان وغيرها، هناك أشياء كثيرة. طبيعة الموضوع تحدد نوع المراجع والمنهج الصحيح. أختي ما المقصود بالترمضينة؟ الترمضينة أخي مصطفى يقصدون بها في رمضان في المغرب مصطلح يعني يعني نرفزة، نرفزة وتعصب يكون في رمضان، فيه سب وشجار وكذا إلى آخره، تكون يعني هذه الظاهرة عند بعض الناس لأنهم مثلا لا يدخنون وكذا وكذا ويكون أعصابهم مشدودة، بعض الناس هكذا إلى آخره. يعني هناك مجموعة من الأشياء المرتبطة بشهر رمضان، بصراحة ليس موضوع واحد وإنما مواضيع ومواضيع. فقط أنا دائما أقول لكم أننا يجب أن نفهم السوسيولوجيا، إذا فهمنا السوسيولوجيا سندرس أي موضوع نريد وسندرسه بطريقة صحيحة. لذلك المواضيع التي أقدمها على هذه المجموعة هي مواضيع من أجل فهم السوسيولوجيا. قد شرحت في موضوع سابق كيف نقوم بدراسة السوسيولوجيا، يعني كيف نقوم بالدراسة السوسيولوجيا بشكل صحيح. ذلك الموضوع تابعوه لأنه موضوع مهم وتجدونه في قسم مختلفات هنا في المجموعة، قسم أقسام المجموعة قسم مختلفات ديفير، ستجدون الموضوع كيف ندرس يعني كيف ندرس المواضيع سوسيولوجيا بطريقة صحيحة، ستجدون كل التفاصيل، لأنه بالفعل إذا لم نفهم السوسيولوجيا لن ندرس أي موضوع بشكل صحيح، ستكون دراساتنا عشوائية ولا نفهم ما معنى النظري، ما معنى الميدان، ما معنى الموضوع السوسيولوجي، الإشكالية السوسيولوجية وغيرها. لذلك أنا أدعوكم إلى أن تتابعوا الفيديو الذي نشرته قبل أيام حول لا أعرف يعني الموضوع بالضبط، سأبحث عنه وأقول لكم الموضوع. هو نشرته على المجموعة وعلى قناتي أيضا السوسيولوجيا، قناتي يعني التي أنشر فيها السوسيولوجيا. فطبعا الموضوع هو كيف يعني أنا أبحث عن الموضوع كيف يمكننا كيف يمكننا دراسة السوسيولوجيا بطريقة صحيحة. يعني فيديو فيه ساعة طويل نسبيا، لكنني قدمت فيه عصارة لمجموعة من القراءات التي قرأتها سابقا، وحتى هذا الفيديو فيه مجموعة من الأشياء المهمة التي تحدثت فيها عن السوسيولوجيا ومنطقها وإلى آخره. تغير مثلا الأخ الكريم السب والشجار في رمضان، أخ محمد الفزازي، نعم يعني وكيف يعني شوف السب والشجار نعم، ولكن لا يمكن أن تقول أنه مرتبط برمضان إلا إذا كانت هناك إشكالية مرتبطة برمضان. موضوع السب والشجار إذا استخرجت إشكالية لها علاقة فقط برمضان، فهمت؟ يعني يجب أن تستخرج إشكالية لها علاقة برمضان، إذا كانت إشكالية عامة فهي ليست سوسيولوجيا رمضان. تغير أوقات العمل الحرفي الذي يحتاج إلى ممتاز ممتاز كلام ممتاز للأخ سلطان عبد السلام، تغير أوقات العمل الظاهرة ويعني ما يرتبط بهذه المسألة. أعرف ناس تشتغل بعد المغرب حتى الفجر مثلا، جميل جدا، يعني كيف يتغير التوقيت وكذا، يعني كيف تتغير عاداتنا في شهر رمضان النوم، وشهر رمضان كيف يتغير عاداتنا النوم، يعني مجموعة من الأشياء في الحقيقة. يعني هناك يعني مواضيع لا حصر لها، يمكننا أن نؤسس لسوسيولوجيا قوية جدا وتكون سوسيولوجيا مميزة ونوعية وسوسيولوجيا خاصة خاصة خاصة، يعني ما لا توجد عند الآخرين. في رمضان إبراهيم خياط زيادة شبكة العلاقات مثلا، تضامن الأخ الكريم عن الضيافات، مساعدة المحتاجين، زيارة الأقارب مثلا، قضية يعني المساعدات، قضية يعني الزكاة ولماذا ترتبط برمضان، هناك أشياء كثيرة جدا، هناك مجموعة من الأشياء التي يمكننا أن ندرسها في شهر رمضان. الأخ الكريم عصام قد يقول أش من شباكية والذي يصير نكون نقديين ولو قليل، نرى كلختنا الجامعة وخلتنا مجرد أوعية فارغة، نردد الأفكار من دون تمحيص ومن دون نقد، نسمع لقيمتها كل بات شرب تفوت في رمضان كتبان العيان وزيد وزيد، هذو هما المواضيع اللي خصنا نعالجو. أما الشباكية شوف
نعم أخي عصام النقادي، كلامك يعني وجهة نظر محترمة. أنت يعني تقول أننا ندرس يعني مسائل بنيوية. هنا أخي الكريم، هناك يعني في السوسيولوجيا، يعني سأذكركم بأن السوسيولوجيا فيها اتجاهين، اتجاه فرداني ذاتي واتجاه يعني بنيوي. بالنسبة لك وعلى قول رايت ميلز أن نكون نقديين وأن ندرس البنيات وندرس التفاوتات وكذا، ونمشي نذهب يعني بمنطق صراعي مثلا. اتفق معك، هناك من سيدرس رمضان بمنطق يعني بمنطق وظيفي وفق النظرية الوظيفية، هناك من سيدرس رمضان وفق التفاعلية الرمزية. لنترك الناس يدرسون، لا نقول ندرس هكذا أو هكذا، لا، الشباكية موضوع مميز ممكن أن ندرسه وفق التفاعلية الرمزية. ومثلا الموضوع كأنت تفاوتات وكذا في اطار رمضان ومجموعه من الاشياء الى اخره، قفه كما اسست في البدايه انا، دراسه القفه الرمضانيه وعلاقتها بالرهانات السياسيه وكذا ومجموعه من الاشياء. يعني كل شخص يدرس وفق ما يراه مناسبا، لا ينبغي ان نقول للناس ادرسوا بهذه الطريقه او لا، لا لا، ندرس البناء وندرس كذلك، يعني ندرس ما هو، يعني ندرس البنيات بمنطق وظيفي، بمنطق مثلا صراعي، وممكن أن ندرس بمنطق التفاعلية الرمزية، هناك نظريات. إذا أخي الكريم أنا فهمتك، ولكن هناك أشياء كل واحد يشتغل وفق اهتماماته وفق أشيائه، كل أشياء مفيدة، لا يوجد موضوع سوسيولوجي غير مهم، لا يوجد موضوع سوسيولوجي غير مهم، يعني كل الأشياء مهمة. الأخ الكريم محمد نجمي، الفقر والفقراء في رمضان مثلا، الفقر الهشاشة مثلا في رمضان، وكيف يعني مثلا هذا موضوع مهم جدا. هل يمكن أن تتحدث عن رمضان ونسبة كبيرة من الأسر دخلها يتجاوز 10 دراهم مثلا؟ يعني هذه إشكالية، إشكالية مثلا الفقر وعلاقته برمضان، الإكراهات التي يسببها رمضان مثلا بالنسبة للفقراء، يعني ويعني إحراج مثلا، هل الفقراء يستفيدون أصلا؟ مثلا انت تقول مثلا الفقر، هل فعلا الفقر في رمضان يزداد ام ينقص؟ يعني مثلا هل هناك فعلا هناك يعني استفادة من الفقراء؟ ربما الحس المشترك عندما ترى تقول نعم هناك استفادة للفقراء في رمضان وكذا، تعاون، لكن نبحث اكثر فاكثر وندرس. ربما هنا نستخدم المنهج الكمي إذا استطعنا أن نحصل على المعطيات، إذا لم نستطع أن نحصل على المعطيات ربما نستخدم المنهج الكيفي. لكن البنيات صعب أن تدرس البناء، يعني لأنه تحتاج إلى معطيات رقمية وكمية، من الصعب جدا أن تتوفر. يمكن أن تصنعها، تصنع المعطيات الكمية عن طريق استمارات، وبعد ذلك تدرس الأمور بمنطق بنائي، بمنطق البنيات، إذا كنت صراعي ستدرس بمنطق النظرية الصراعية، وإذا كنت وظيفي ستدرس بمنطق النظرية الوظيفية، وإذا كنت تفاعلي الرمزية التفاعلات إلى آخره يمكن أن تدرس. كذلك هناك منطق دراسة بمنطق إيرفين جوفمان، المسرح، تمثيل، الأشياء التي الإنسان يمثل فيها في رمضان، مثلا الشخص الذي يمثل، يعني هناك أشياء كثيرة، يعني هناك أشياء كثيرة يمكن أن تكشف النقاب عنها. الصوم الظاهري، الصوم الظاهري في رمضان الذي ليس هو صوما حقيقيا، تخفي مثلا الإنسان الملحد في رمضان، يعني مثلا الإنسان الذي لا يصوم في رمضان كيف يعيش وإكراهاته، فهمت؟ يعني هناك مثلا بعض الناس مثلا لا يصومون في رمضان كيف يعيشون، وهل المجتمع يمارس عليهم إكراه وإلى آخره. هناك مواضيع كثيرة بصراحة، لكن عندما أقول سوسيولوجيا رمضان فيها الكثير الكثير من الظواهر التي يمكن أن نستخرجها بصراحة، ليست فقط ظاهرة واحدة، ومواضيع متنوعة متنوعة. الزوافرية مثلا، هاجس الحريرة، ممكن الزوافرية وهاجس مثلا طبخ الحريرة يعني الحريرة كرمز، يعني ممكن هذه كلها أشياء سوسيولوجية لا يجب أن نستهين بها، ولا يجب أن نقول هذا الموضوع تافه وهذا لا، السوسيولوجيا ليس هذا هو منطقها. السوسيولوجيا لا تحكم، السوسيولوجيا تدرس أي موضوع ولو كان صغيرا، وكل حسب يعني منهجه التفاعلية الرمزية أو كذا إلى آخره. ما تقصد بالسوسيولوجيا رمضان؟ السوسيولوجيا رمضان أخي قد وضحتها في البداية، يمكنك أن تتابع الفيديو، وضحت كل الأشياء باختصار. سوسيولوجيا رمضان هي السوسيولوجيا التي موضوعها الظواهر الاجتماعية الملتصقة برمضان والمرتبطة برمضان، يعني أي ظاهرة مرتبطة برمضان ندرسها، أي ظاهرة ليست خاصة برمضان لا ندرسها، ندرس فقط الظواهر الاجتماعية التي لها علاقة بهذا الشهر الكريم، لأنه في رمضان هناك ظواهر اجتماعية مختلفة لا نعيشها في الأشهر الأخرى.
يعني هناك هواجس وإكراهات وإشكالات اجتماعية مرتبطة فقط برمضان، تلك هي التي سندرسها في يعني سوسيولوجيا رمضان. مرحبا أخي جلالي الصيفي، مرحبا أخي الكريم شوقي السعداوي، ضروري نخرج من الفيديو، سؤال سريع، متى تقوم بهذه الفيديوهات؟ وشكرا أخي الكريم شوقي السعداوي. بالنسبة للفيديوهات السوسيولوجية، أنا عندي قناة، يعني لكي أوضح لكم، عندي قناة باسم يعني باسمي كما هو سوف يعني تجدونه في على اليوتيوب، فيها مواضيع سوسيولوجية كثيرة، فيديوهات، ترجمة لكتب من العربي من العربية إلى الفرنسية، قراءة لكتب صوتية عربية وكتب صوتية بالفرنسية، وسوف أقدم مستقبلا مجموعة من الترجمات، سوف أترجم يعني كتب من الفرنسية إلى العربية، وأقدم ملخصات ومجموعة من الأشياء، يعني برامج، يعني مجموعة من الأشياء التي سأقدمها. فقط كملاحظة، يعني أضفت بعض المواضيع التي ليست لها علاقة بالسوسيولوجيا، مداخلات كنت يعني قمت بها على الفيسبوك فأضفتها إلى القناة، فتلك يعني بعض المداخلات ليست سوسيولوجية، يعني ويعني وصنفتها في بلاي ليست، قائمة تشغيل مواضيع، مداخلات في مواضيع متنوعة، لكن جل المواضيع وجل الفيديوهات فهي سوسيولوجية. وهناك بعض المواضيع التي هي نقاشية وفلسفية لكنها ليست سوسيولوجية، وإنما فقط في إطار النقاش والتفاعل في مواضيع متنوعة. إذن لمن يريد أن يستفيد من القناة فليدخل، يدخل. وبالنسبة لهذه المجموعة، عندي مجموعة من الفيديوهات وكذا، ثم يعني دائما أقوم بفيديوهات، يعني مثلا قبل هذا الفيديو قمت بفيديو حول مهنة المثقف، لوميتي دانتيليكتوال، وهو فصل في كتاب الخيال السوسيولوجي لرايت ميلز، قرأته باللغة الفرنسية، هو موجود باللغة العربية لكن أنا قرأته باللغة الفرنسية لأنها قريبة من اللغة الإنجليزية، والكتاب الأصلي باللغة الإنجليزية، وشرحت مجموعة من الأشياء حول مهنة يعني المثقف أو الانتلكتوال، المفكر أو السوسيولوجي بالنسبة لرايت ميلز. إذا في هذه المجموعة ستجد مكتبة سوسيولوجية فيسبوكية، أقسام، يعني انظر إلى الإعلان الموجود في هذه المجموعة، هناك إعلان، ستجد مثلا أقسام سوسيولوجية، ستجد مثلا سوسيولوجيا الأديان، سوسيولوجيا كذا، ثقافة إلى غيره، ستجد كل الأشياء، وإن شاء الله سأضيف أقسام أخرى شيئا فشيئا. هناك مراجع بالإنجليزية بالفرنسية بالعربية، منشورات الأعضاء يعني المفيدة، يعني نصنفها في المكتبة الفيسبوكية، لذلك يجب عليكم استغلال المكتبة السوسيولوجية الفيسبوكية التي أنشأتها، فربما يأتي يوم يقومون بإغلاق حسابي، لأنني أنا أنشر كتب، يعني كتب ليست مجانية، مجموعة من الكتب التي نشرتها أنا يعني ثمنها 40 دولار 50 20 فأكثر، يعني نشرت كتب يعني مكلفة، لكنني أنا وجدتها في موقع، في موقع باللغة الفرنسية ونشرتها لكم لتستفيدوا، ربما يأتي وقت لا لن تجدوا تلك الكتب، فاستغلوا وقوموا بتحميل كل الكتب الموجودة على هذه المكتبة السوسيولوجية، وسأضيف كتب أخرى، لذلك يجب عليكم أن تستغلوا، لا أن تستهينوا بها، لا يجب عليكم أن تستهينوا بالمكتبة السوسيولوجية التي أنشأناها على هذه المجموعة، لأنها لا يوجد أي مكتبة سوسيولوجية عربية مثلها. أنا أقول لكم حتى في المكتبات الجامعية في المغرب وفي الجزائر وغيرها لن تجدوا مكتبة سوسيولوجية بهذه القيمة، خاصة فيما يخص المراجع الأجنبية باللغة الفرنسية وغيرها، هناك مراجع مهمة جدا للغاية، فاستغلوها وتحملوها وكونوا مكتبتكم وابدأوا في قراءة بالفرنسية والإنجليزية. أنا بصراحة الذي لا يقرأ بالفرنسية والإنجليزية يعني أرى بأنه لن يذهب بعيدا في السوسيولوجيا، لا يجب عليكم أن تقرأوا بالإنجليزية والفرنسية، بذلوا جهد، لا تقول لا أعرف، كلنا لا نعرف، نتعلم، أنا شخصيا تعلمت الفرنسية والإنجليزية، أنا بصدد تعلمها وسأتعلمها وسأقرأ بها وسوف يعني أحاول أن أجتهد أكثر فأكثر. إذا لا تقول لي لا أعرف لا أقرأ، لا، ستقرأ وستتعلم وإن شاء الله ستصل إلى يعني مبتغاك. استسمح على هذه على هذا القوس. الآن كيف يمكننا الضبط واختيار؟ جميل جدا. الأخ يقول مثلا عزيز باهيدا سوسو، استغلال رمضان بمنطق الإحسان في الدعاية، ممتاز ممتاز، رمضان والدعاية السياسية ممتاز، هذا موضوع مميز يمكن أن تسبر أغواره وتكشف النقاب عنه، هذا جيد. مثلا كيف يمكننا الضبط واختيار العينة المناسبة لدواء السوسيولوجيا رمضان؟ سوسيولوجيا رمضان هي غير، هي مثلها مثل السوسيولوجيات الأخرى،
بحسب الموضوع، العينة المنهج يعني اختيار العينة، إذا كنت مثلا سوف تقوم ب يعني بمنهج كمي هنا سوف تختار العينة، يعني الموضوع، ليس العينة هي التي تحكم، إن الموضوع، الموضوع هو الذي سيقودك إلى اختيار العينة المناسبة حسب الموضوع الذي تدرسه. يعني لا، لن أجيبك هكذا بشكل عام، وإنما حسب الموضوع الذي ستختاره سوف تبحث عن طرق اختيار العينة في الكتب المناهج. هناك يعني الإشارة فقط، هذه المجموعة فيها قسم مناهج علم اجتماع، وفيه كتب كثيرة جدا بالفرنسية وباللغة العربية. هناك كتب رائعة جدا، يعني مثلا سوف أعطيكم مثال، يعني كتب مهمة جدا فيما يخص المناهج، سوف يعني أقرأ عليكم بعض الكتب يعني الموجودة هنا مثلا، سوف في المجموعة يعني مهلا. مثلا لاحظوا معي، أنا سأدخل المجموعة إلى الأقسام، الأقسام المجموعة في الأعلى، هي موجودة في الأعلى، يعني هناك في الأقسام المجموعة في الأعلى هناك يعني إعلان وفيه الأقسام، يعني فيه الشرح. مثلا سوف أذهب إلى مناهج في علم الاجتماع، مناهج في علم الاجتماع ستجد مثلا بالإنجليزية، ستجد أساسيات اختيار العينة في البحوث العلمية، ستجد كتاب منهجية البحث العلمي، ستجد تحليل المضمون، ستجد محاضرات بالفيديو، جيد دونكيت دو تيران بالفرنسية، ستجد البحوث النوعية ودراسة الحالة، ستجد لي تكنيك دوبسيرفاسيون اون سونس زومان، يعني تقنيات الملاحظة، ستجد لوبسيرفاسيون ديريكت، الملاحظة المباشرة كتاب، ستجد ملخصات، ستجد كتب كثيرة حول المناهج. يعني فقط يجب عليكم أن تجتهدوا. في النظرية كذلك، النظرية في علم الاجتماع ستجد كتب كثيرة، يعني المطلوب فقط هو القراءة. بالنسبة لقناتي اسمها عيساوي عز الدين بفرنسية، كما يعني كما هو الشأن بالنسبة لحسابي الفيسبوكي، نفس الاسم الموجود في حسابي الفيسبوكي توجد قناتي. تدخل هناك بعض المواضيع ليست سوسيولوجية، يعني لأن هناك بعض المدخلات التي أراها مهمة فنشرتها، نشرتها في القناة، لكن أغلب المواضيع فهي سوسيولوجية. وأنا دائما رغم أنني أتكلم في مواضيع أخرى، لكن عندما أتكلم في السوسيولوجيا أتكلم في السوسيولوجيا بطريقة علمية. لست من النوع الذي يغلب العاطفة الدينية في السوسيولوجيا، ولا من النوع الذي يكون لا دينيا، لكن خارج السوسيولوجيا لدي فكر ولدي أفكار ونقاشات مختلفة، لكن في السوسيولوجيا أنا يعني دائما أكون بقبعة السوسيولوجيا. هذا هو يعني بمنطق علمي، لكن خارج السوسيولوجيا لدي الحق، لدي الحق أن يكون لدي فكر وأن يكون لدي إلى آخره. الظواهر المرتبطة برمضان، إن فات رمضان فاتت الظواهر، لما إذن الأخ الكريم يقول الظواهر المرتبطة برمضان، إن فات رمضان فاتت، لا، رمضان دائما يرجع كل سنة، وهناك ظواهر دائما ترجع مع رمضان. يعني بعض الظواهر الاجتماعية نعيشها في رمضان هذا الشهر، وفي السنة المقبلة نعيش نفس الظواهر. لذلك نحن نقول سوسيولوجيا رمضان، لأن رمضان ليس شهرا يأتي مرة ويذهب، وإنما كل سنة يتكرر، وبالتالي الظواهر الاجتماعية المرتبطة به مجموعة من الظواهر تتكرر. لذلك ملاحظتك جيدة أخي الكريم، هنا أقول بأنه يجب أن ندرس الظواهر التي تتكرر، ليس الظواهر التي مثلا تحدث في هذا، مثلا في رمضان هذا. مثلا الأخ الكريم اقترح الحجر الصحي في رمضان، هذه الحجر الصحي مرتبط بشهر رمضان هذا، يعني هذا الشهر، لكن ربما السنة المقبلة لن يكون هناك حجر صحي. إذن من الأفضل أن ندرس الظواهر الاجتماعية التي تتكرر. الأخ الكريم الذي طرح مسألة الشباكية والحلويات، هذه دائما نراها في كل شهر رمضان، هناك عادات وظواهر اجتماعية تتكرر. مثلا الأخ الكريم الذي تحدث عن الفقر وكذا، دائما نراه التضامن الاجتماعي، يعني مجموعة من المواضيع التي في كل شهر رمضان تتكرر تلك الظواهر ونعيشها من جديد. لذلك نحن في حاجة إلى دراستها للبحث عن أسبابها ولفهمها، ولربما مساعدة المجتمع على فهم يعني الظواهر الاجتماعية وفهم مجموعة من الأشياء التي يجهلها. شكرا أخي شوقي. كيف يمكن رمضان الحد من الظواهر الاجتماعية كالعنف بكل أصنافه؟ هنا مثلا موضوع آخر، عبد الملك، هل رمضان يساهم في الحد من العنف أم يزيد من العنف؟ هذا إشكالية. مثلا هنا تقارن رمضان مثلا بأشهر أخرى، وتدرس ظاهرة العنف في الأشهر الأخرى وفي رمضان من خلال الأرقام من المحاكم. يعني مثلا أعطيك مثال، هنا مثلا يمكن أن تدرس رمضان من خلال أرقام المحاكم،
مثلا سوف يعني تذهب فتسأل في المحاكم وفي الشرطة وكذا، يعني القضايا التي ترد على الشرطة في الأشهر العادية وفي رمضان، هل رمضان ينقص مثلا؟ هل الجرائم تنقص في رمضان؟ هل الإشكاليات تنقص في رمضان؟ هل الشكايات تنقص في رمضان؟ هذه يعني دراسة رقمية كمية، يعني هذه دراسة تحتاج إلى هذا. ممتاز، يعني كلامك رائع. يعني العنف ندرسه بمنطق بنائي، منطق بنائي وكذا، في إطار مثلا الوظيفية إلى آخره. ويمكن أيضا أن ندرس نسبة التدين في رمضان. صحيح، ممتاز أخي محمد، التدين مظاهر دياله، يعني لماذا في رمضان وغير رمضان كذا، الشكلية دياله، مجموعة من الأشياء، مجموعة من الأشياء. التدين مرتبط برمضان، صحيح، التدين متابعة يعني، يعني قال الأخ محمد، وكذلك الأخ محمد الآخر، محمد الفزازي ومحمد بنغا، بنغا يوسف الدواشي كذلك، دكتور رمضان وثقافة. نعم أخي يوسف، وقد سبق أحد الإخوان طرح هذا الموضوع. مثلا الأخ يقول عينة مرتبطة بالمجتمع الدراسي المرجعي ولها طرق علمية لحسب. صحيح أخي الكريم محمد أزاطان، يعني هناك شروط لاختيار العينة. سلطان عبد السلام عارف، هل يمكن أن نجد كتاب يجمع نظريات علم الاجتماع كلها؟ كتاب، نعم، كتب قرأتها في على قناتي بشكل صوتي، لمن يحب الاستماع إلى الكتب الصوتية، سوف يعني أذكر لكم الكتب التي قرأتها واستفدت منها يعني بشكل جيد جدا، وهي كالتالي. إذا من بين الكتب باللغة العربية التي استفدت منها كتاب نظري، كتاب النظرية في علم الاجتماع الدكتور سمير نعيم أحمد. هذا الكتاب فيه في البداية نقد لمثلا أوديولوجيا، يعني فيه دراسة نقدية، لكن فيه مجموعة من المسائل المفيدة جدا. كتاب الدكتور سمير نعيم أحمد النظرية في علم الاجتماع، هذا قرأته صوتيا، وموجود هذا الكتاب موجود أيضا بصيغته الرقمية على هذه المجموعة. يكفي أن تبحث في خانة البحث أو تدخل في قسم النظرية في علم الاجتماع. قسم النظرية في علم الاجتماع غني بالكتب، غني بالكتب. إذن والكتاب موجود صوتي قراءتي الشخصية، ثم هناك كتاب آخر قرأته وأكملت قراءته قبل، أي يعني قبل يوم أو يومين، وهو كتاب النظرية في علم الاجتماع المعاصر للدكتور مصطفى خلف عبد الجواد. هذا الكتاب يجمع العديد من النظريات والأشياء، هذا الكتاب غني جدا. لدي بعض الملاحظات حول العناوين، عناوين أحيانا لا يختارها بشكل جيد الكاتب، لكنه بالفعل ذكر مجموعة من الأشياء. لو تقرأ هذا الكتاب، كتاب النظرية في الاجتماع المعاصر، ستفهم بشكل كبير السوسيولوجية. ثم هناك كتاب آخر قرأته أيضا بشكل، يعني قرأته أيضا بشكل صوتي، وهو كتاب النظرية المعاصرة في علم الاجتماع للدكتور، للدكتور يعني صغير، دكتور عثمان، دكتور النظرية في علم الاجتماع، لا لأنه لم أكتب اسمه هنا، سوف أبحث عنه وأقول لكم، يعني النظرية في علم الاجتماع. هذا كتاب آخر قرأته، ثلاثة كتب صوتية عندي قرأتها بشكل صوتي وموجودة بشكل رقمي، كلها رقمية، وأنا قرأتها يعني بي دي اف. اذا الكتاب الاول كما قلت لكم كتاب النظريه، نظريه علم الاجتماع المعاصر الدكتور مصطفى خلف عبد الجواد، كتاب ضخم وكبير ومفيد جدا. ثم الكتاب الذي قلت لكم قبل قليل، ثم اين هو الكتاب، ثم الكتاب النظريه في علم الاجتماع سمير نعيم احمد، ثم الكتاب الاخر هذا هو الدكتور إبراهيم عيسى عثمان. نعم، النظرية في علم، النظرية المعاصرة في علم الاجتماع الدكتور، النظرية المعاصرة في علم الاجتماع الدكتور إبراهيم عيسى عثمان، إبراهيم عيسى عثمان، إبراهيم عيسى عثمان. هذه ثلاثة كتب، وهناك كتب أخرى ستجدونها في قسم علم الاجتماع هنا، يعني في قسم عفوا النظرية في علم الاجتماع في هذه المجموعة. يعني مثلا لاحظوا معي، أنا وضع تقسيمات: نظرية في علم الاجتماع، مناهج علم البحث، سوسيولوجيا التربية، مفاهيم سوسيولوجية، بيير بورديو، كل كتب بيير بورديو تقريبا موجودة هنا بالفرنسية، سوسيولوجيا التنظيمات ونظرية التنظيم، أنطوني جيدنز، إيميل دوركايم، سوسيولوجيا النوع الاجتماعي، إلى آخره إلى آخره. يعني هناك أقسام كثيرة، وسنضيف أقسام أخرى إن شاء الله تعالى.
الأخ الكريم، الأخ الكريم يقول هل الحس المشترك ضروري لدراسة بعض الظواهر المرتبطة برمضان؟ لا لا، أنت لم تحضر منذ البداية أخي محمد أزاتام. قلت لك بأن السوسيولوجيا، سوف أعيد الكلام، السوسيولوجيا تقطع مع الحس المشترك ومع الحكم المسبق، الحكم المسبق لا برينوسيون أو الحس المشترك لو سونس كومان، السوسيولوجيا تقطع معه، تقطع معه وتدرس إشكالات سوسيولوجية بشكل، يعني تكون هناك إشكاليات، سؤال انطلاق يتحول إلى إشكال سوسيولوجي، ثم تدرس المجتمع بشكل موضوعي. هذه السوسيولوجيا بالأدوات العلمية، إما بالمناهج الكمية أو الكيفية أو هما معا. يعني الحس المشترك ليس سوسيولوجيا. الحس المشترك أنا الآن أقول لك الشباكية هي كذا وكذا وفي رمضان كذا وكذا وأنت تقول لي كذا، يعني والمجتمع يقول كذا، لا هذا حس مشترك. ولكن نحن نريد أن نؤسس إلى سوسيولوجيا وليس إلى حس مشترك وتفكير مجرد. الأخ، هل يمكن، نعم يعني هذا جواب، يعني الشباكية ليست بظاهرة بقدر ما هي ثقافة مجتمعية. لا شوف، ليست الشباكية هي الظاهرة، نحن لا نتحدث عن الشباكية كشباكية، الظواهر المرتبطة بها يمكن أن تصبح شباكية في إطار موضوع سوسيولوجي كالقهوة مثلا. هتقول لي مثلا القهوة ليست ظاهرة سوسيولوجية، لكن القهوة مرتبطة بها ظواهر سوسيولوجية. يمكن أن تتحدث عن سوسيولوجيا القهوة، سوسيولوجيا الشاي، هذه مسائل أخرى. لكن أنا أقول لك سوسيولوجيا رمضان، ظواهر مرتبطة برمضان، ظاهرة التسول وعلاقتها برمضان. إذا كانت مثلا الأخ الكريم يقول لك التسول، نعم، لكن إذا كانت فعلا هناك ظواهر مرتبطة برمضان، إذا كانت مثلا التسول يعني كظاهرة موجودة دائما وكذا، ولكن إذا كانت هناك أشياء مثلا لاحظت أنت أن هناك بعض الأشياء مرتبطة بالتسول فقط في رمضان، في غير رمضان تختفي، هنا ستدرس تلك المسائل كظاهرة سوسيولوجية مرتبطة برمضان. هل من كتاب في الميثودولوجيا بشكل متعمق؟ هناك كتب كثيرة، الأخت نورة خير، وارجعي، ليس هناك كتاب واحد، ادخلي إلى مكتبتنا الفيسبوكية موجودة في هذه المجموعة، يعني اقرأي الإعلان واذهبي إلى مناهج البحث، لديكم كنوز لكنكم لا تستغلونها. هذه المجموعة فيها مكتبة سوسيولوجية لا توجد في الجامعات العربية، فاستغلوها وطوروها أيضا، وساهموا في تطويرها بنشر المراجع، لأنها هي من إنجازكم أنتم ومن مساهمة الأعضاء، لذلك ساهموا في تطويرها بمراجع قيمة وبمراجع مفيدة، لأنها هي مكتبتكم أنتم. ولا بصراحة أنا شخصيا أريد أن يعني أن نكون نتقاسم، لا نحتكر المعرفة، إن البعض يحتكر المعرفة ويحتكر المعلومة ويريد أن يستفيد وحده، حتى إن البعض، المشكل بعض الطلبة يعرف بأن المجموعة فيها يعني أقسام، ولا يريد أن يعني يري المجموعة إلى زملائه الطلبة. أرى هناك بعض الطلبة الذي يريد أن يحتكر العلم، هو يستفيد من المراجع لكن لا يريد أن يكتشف مثلا طالب معه أو طالبة معها المجموعة لكي يستفيد هو أيضا. هذه مسألة خطيرة. لذلك أحبابي الكرام، المجموعة مجموعتكم أنتم، شاركوا، ناقشوا، من أراد أن يقوم بفيديو كما أقوم مرحبا، أنا لست هنا وحدي، هذه فقط مبادرة. من يريد أن يطرح إشكالات أو مواضيع أو كذا مرحبا، من يريد أن يتحدث بالفيديو مرحبا، من يريد أن يقوم ببث مباشر، بقراءة ما قال، أي شيء مرحبا مرحبا. لأن مجتمعنا يحتاج ليس فقط إلى سوسيولوجيا رمضان، يحتاج إلى سوسيولوجيات كثيرة كثيرة جدا. مثلا في الجانب الجنسي، هناك نحن بحاجة إلى فهم علاقاتنا الجنسية وعلاقتنا بالجنس في بلداننا وكذا، هناك تصرفات خاطئة، هناك أشياء خطيرة، يعني لا بد لنا أن ندرس مجتمعنا في جميع حيثياته، مسائل الجنسية، رمضان، غير رمضان، في التسوق، كل أشياء نحتاج إلى دراستها، لا نستهين بالمواضيع وإنما ندرس كل الأشياء. الأخ الكريم يقول حيث نلاحظ تزايد رهيب للمتسولين، نعم إذا كنا نلاحظ تزايد رهيب للمتسولين عند اقتراب عيد الفطر، ممتاز ممتاز، هذه مسألة مهمة، يعني عند اقتراب عيد الفطر ويعني المرحلة، يعني مثلا المرحلة المتأخرة من رمضان، جيد جدا، يعني المرحلة المتأخرة من رمضان، ويعني كيف أنه ربما معها يعني بعض إشكاليات أخرى وظواهر مرتبطة بالعشر الأواخر، هناك أشياء، ليلة القدر، الظواهر المرتبطة بليلة القدر
وهي ليست موجودة في يعني في مثلا أيام أخرى. مثلا أظننا في هذا الشهر الكريم سوف نكون أمام ظاهرة خاصة وهي إقفال المساجد والمقاهي. لا هذه ظاهرة خاصة أخي الكريم. لا شوف، إقفال المساجد وال ربما ندرسها، ربما نقوم بدراسة سوسيولوجية حول هذه المسألة لنعرف أثرها على الناس حتى تبقى يعني كتاريخ. ممكن بعض الأشياء الخاصة ندرسها لتبقى كتاريخ كيف تفاعل الناس معها، لأن الناس عندهم علاقة برمضان بالتراويح، كيف تفاعلوا مع إغلاق المساجد وإقفالها. ممكن هذه ندرسها أيضا سوسيولوجيا. محمد أزطام، هل هناك من السوسيولوجيين من يعتمدون على الحس؟ هناك، ولكن شوف لا أعرف أخي الكريم، أنت تقول هناك من يعتمدون على الحس المشترك، يعني لا يمكن أن أقول لك نعم أم لا، أنت يعني المسؤول عن كلامك. أنا شخصيا إذا قرأت أقول لك هل فعلا هناك حس مشترك أم هناك موضوع علمي إلى آخره. نوري نوري، دكتور هل يمكنك تخصيص حصة لبيير بورديو أسامتي في السوسيولوجيا؟ نوري نوري، بالنسبة لبيير بورديو، ممتاز الأخ نوري نوري على هذا السؤال. بالنسبة لبيير بورديو، أنا سبق لي أن قرأت كتابا حول سوسيولوجيا بيير بورديو ونشرتها في هذه المجموعة بالفرنسية، وبصراحة كنت سأقوم بفيديوهات لشرح سوسيولوجيا بيير بورديو من خلال ذلك الكتاب، لأنه يعني كتاب صغير فيه شرح قرأته، يعني فيه سوسيولوجيا الثقافة عند بيير بورديو، سوسيولوجيا التربية عند بيير بورديو، ثم يعني الفضاء الاجتماعي، نظرية الفضاء الاجتماعي والرسامل وغيرها عند بيير بورديو، مهنة السوسيولوجيا عند بيير بورديو. وكنت قدمت شروحات حول الفضاء والرسامين وغيرها وكذا، وكنت عازما على أن أشرح سوسيولوجيا التربية والثقافة وغيرها، وإن شاء الله تعالى هذه في البرنامج إن شاء الله على قناتي على اليوتيوب سوف أقدم حصة خاصة عن سوسيولوجيا التربية عند بيير بورديو، يعني محاضرة أو محاضرتين من خلال ذلك الكتاب، وكذلك يعني سوسيولوجيا الثقافة، وكذلك مهنة السوسيولوجي، وكذلك نظرية الفضاء الاجتماعي والرسامين. يعني نظرية الفضاء الاجتماعي والرسامين ذكرتها وشرحتها، لكنني سأزيد في تفاصيل أخرى. يعني هذه المسائل قرأتها يعني فقط، يعني ينبغي علي أن يعني أن أجتهد لكي أقدم لكم ترجمة، فأنا قرأتها وفهمت كل شيء، يعني فقط يعني علي أن أراجع بعض الكلمات، أنا لأنه عندما أشرح من العربية إلى الفرنسية فأنا لا أترجم كتابة، يعني أقرأ بالفرنسية وأترجم مباشرة باللغة العربية، وفقط ما أحتاجه هو يعني التأكد من بعض الكلمات. يعني الحمد لله لغتي الفرنسية جيدة، لغتي العربية جيدة، فقط عندما أترجم أتأكد من بعض الكلمات حتى يعني لا يخونني المعنى، وأقدم لكم يعني مباشرة، يعني أترجم بشكل مباشر. وعملية التأكد والمراجعة سوف أقوم بها، ويعني لا شك أنني سوف أقدم لكم يعني محاضرات عن سوسيولوجيا بيير بورديو من خلال ذلك الكتاب، ليس كتاب بيير بورديو وإنما كتاب ألف حول سوسيولوجيته. وسوسيولوجيا دوركيم كذلك بدأت، قدمت حلقتين، وسأقدم حلقات أخرى حول سوسيولوجيا إيميل دوركيم، يعني لأكمل كتاب سوسيولوجيا إيميل دوركيم، والآخرين ماركس وكلهم سأقدم لهم يعني من الفرنسية إلى العربية، كلهم سأقدم محاضرات حولهم من كتب فرنسية مباشرة إلى اللغة العربية. أما فيما يخص التنظيم فإنني سبق لي أن قدمت يعني نظريات التنظيم من الفرنسية إلى العربية، عندي حلقات حول التنظيم 15 حلقة كلها حول نظرية التنظيم وسوسيولوجيا التنظيمات. لا أبحث عن المنهج المتواجدة في جميع الكتب، لكن أبحث عن منهج معمقة فكريا. أقول لك نورا، أنت تقولي أبحث، من سيبحث مكانك؟ هناك كتب، ادخلي واكتشفي واقرأي الفهرسة، أنت يجب عليك أن تكتشفي، ادخلي إلى مناهج البحث في علم الاجتماع ستجدين مجموعة من الكتب، ادخلي حملي الكتب اقرأي الفهرسة، الباحث هو الذي يكتشف بنفسه، ليس الباحث هو الذي الباحث هو الذي يكتشف بنفسه. أنا شخصيا يعني هذه الكتب التي قرأتها أنا اكتشفتها بنفسي، اكتشفتها وكذا عجبتني وقرأتها، ودائما أقرأ، وبعد ذلك عندما أقرأ مجموعة من الكتب سأقارن، في البداية أقرأ هذا الكتاب وهذا وهذا، ثم سأقارن
يعني إذا لم أقرأ مجموعة من الكتب لا يمكنني أن أقول هذا جيد هذا غير جيد، لا أستطيع أن أحكم. التقويم ليفالوياسيون يعني التقويم يأتي بعد المقارنة، والمقارنة تأتي بعد القراءات المتعددة، والنقد أيضا النقد يأتي يعني بالقراءة. لا يمكنني أن أنتقد منهجية أو كتاب أو غير ذلك دون أن أقرأ ودون أن أفهم. محمد أزاتام، لقد نجح الفرنكو في نجاح فكرة خيار أي شيء وارتبطه بالسوسيولوجيا وسميه بمدام مدينة السوسيولوجيا. لا 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 محمد أزاتام، أنت يعني تتكلم من بطريقة، شوف محمد أزاتام، كما أشرت في البداية أنا قلت لكم أنه ينبغي أن نفهم السوسيولوجيا أولا. الإشكالية هو عدم فهم السوسيولوجيا، لذلك أنا عندي محاضرة لمن يريد أن يفهم السوسيولوجيا، عندي محاضرة مهمة جدا، ولكن ربما البعض ما زال لم يقرأها. هي موجودة، محاضرتي هي بهذا العنوان، ستجدونها في يوتيوب وتجدونها على الفيسبوك أيضا في يعني هذه المجموعة، ابحثوا في المجموعة. محاضرتي هي بعنوان كيف يمكننا دراسة السوسيولوجيا بطريقة صحيحة. هذه المحاضرة ساعة وربع، تابعها بشكل جيد ستستفيد وستجد زبدة الكتب التي قرأتها. قدمت فيها زبدة الكتب، مجموعة من المواضيع التي أقدمها. البعض عندما يرى مثلا موضوع كما أقدم لكم عادي وكذا، إنسان يعني كما أنه في المنزل، يعني ربما يحتقر ذلك التدخل، يقول لك هذا يعني شخص يعني عادي يتكلم، لا لأنه لا يرتدي كوستيم ولا يرتدي يعني بدلة يعني كذا. نو، أنا أتحدث كما أنا معكم في المنزل أتحدث كما أنا، ولكن العلم الذي أقدمه هو زبدة مجموعة من القراءات. إذن الحصيف هو الذي يستفيد، يدخل فيستفيد فيتعلم ما أقدمه، وما أقدمه هي محاضرات، ولكن يعني يجب على الإنسان أن يدخل فيستفيد ويناقش. أنا لا أقول أنه تأتي يعني وتستفيد وكالقاطع، لا لا لا، ممكن تناقش، تطرح إشكالات، تسأل كذا، تختلف، يعني لك الحق في أن تناقش ما أقدمه كذا وتطرح أفكار مخالفة وهكذا. يعني أنا لا أقول بأن كل ما أطرحه صحيح، لكن أنا ما أطرحه هو وفق قراءات، يعني لا أطرحه هكذا أفكار، يعني وإنما كل ما أطرحه فهو نابع عن قراءات يعني قرأتها في مجال السوسيولوجيا. بيير بورديو خطير جدا، ركز على الصراع على المستوى الميكرو بين الناس عكس ماركس الذي ركز. لا 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 محمد أزاتام، لا يعني كلامك ما بصراحة، أنت يعني تقول أشياء. محمد أخي محمد، أنصحك بالقراءة ثم القراءة، وإذا أردت أن نناقش هذه المواضيع فيمكن أن نناقش على حول بيير بورديو وغيره. أنصحك بالقراءة ثم القراءة ثم القراءة. تزايد ظاهرة، يعني الآن الأخ الكريم يقول تزايد ظاهرة العمل الاجتماعي والخدمة الاجتماعية، فهناك العديد من الأفراد وربما حتى المؤسسات يستغلون هذا الشهر لتلميع صورتهم الاجتماعية لأغراض دينية. ممكن. على كل أحبابي الكرام، رمضان كريم لكم جميعا. لقد أطلت في الموضوع، والمرجو تقسم المعرفة، أو هذا الموضوع إذا أعجبكم تقسموه. ومسألة أخرى، المرجو منكم استغلال المكتبة الفيسبوكية. دائما أكرر وأعيد، المكتبة الفيسبوكية الموجودة في هذه المجموعة لا توجد في أي جامعة، فاستغلوها بشكل جيد، استغلوها في قراءة يعني الكتب باللغة العربية وخاصة باللغات الأجنبية. أبذلوا جهدا، لا تقولوا بأننا لا نعرف اللغة الأجنبية، فكفى، حان وقت العمل، كفى من التقاعس ومن القول بأنني لا أعرف الفرنسية ولا أعرف الإنجليزية ولا أعرف كذا، كفى من التقاعس، حان وقت العمل، حي على الاجتهاد والعمل، لأنكم أنتم من ستصنعون السوسيولوجيا في يعني وتجددون فيها. فإذا لم تكونوا يعني لديكم همة ويعني تنشدون القمة، فلا تنتظروا شعبا سيأتي مكانكم فيدرس السوسيولوجيا ويطور المجتمع. أنتم من عليكم أن تطوروا، ولكي تطوروا المجتمع يجب أن تطوروا أنفسكم. من لا يطور نفسه وذاته لا يمكن أن يطور المجتمع، هذه قاعدة. ومن لا يربط حياته بأهداف كبيرة وعظيمة سيعيش تافها رغما عن أنفه، كما أقول أنا في كلمة سابقة، من لا يربط حياته بأهداف كبيرة وعظيمة سيعيش تافها رغما عن أنفه. فنحن عندما لا نشتغل على العلم ولا نشتغل بعلم ولا نقرأ وغير ذلك، ماذا سنفعل؟ بالله عليكم ماذا سنفعل؟ سنذهب إلى التفاهات. معادلة بسيطة، إذا لم أقرأ وأشتغل على العلم سأذهب إلى التفاهات.
رغما عن أنفي. مسألة بسيطة. ولذلك أحبابي الكرام، أنا أدعوكم إلى القراءة، والقراءة بالعربية وباللغات الأجنبية خاصة، والاجتهاد والتبادل وتبادل المعرفة وتقاسم المعرفة وتشاركها، وأن لا نكون محتكرين. العلم هو يزداد بالتقاسم، كما قال له إدريس أبركان، قال أن كيلو دو كونيسونس بلس، يعني يقول عندما يكون لي أنا أن كيلو دو كونيسونس، مثلا عندي كيلو من المعرفة وأعطي لك كيلو من المعرفة، لا أفقد الكيلو الموجود عندي، ليس كالمادة. إذا كان عندي مثلا مثلا كيلو من البرتقال وأعطيتك كيلو، فلا يبقى لي شيء. لكن إذا كان عندي كيلو من المعرفة وأعطيت لك كيلو، ستصبح اثنين، وبالتالي فالمعرفة تزداد وتنتشر. لذلك الكتاب إذا قرأته أنا وأعطيتك أنت قرأته، ستزداد المعرفة. إذا مثلا قرأت شيئا وتقاسمته معك، ستزداد المعرفة. وإذا ساعدتك على فهم أشياء فهمتها، ستزداد المعرفة، وسأكون ربما خطوة إيجابية في حياتك، ولبنة إيجابية في حياتك. أنت أيضا يجب أن تكون يعني لبنة جيدة في حياة الناس، وفي حياة الطلبة، وفي حياة الزملاء والزميلات، يعني الطلبة والطالبات. وهكذا إذا كنت أستاذا فيما بعد إن شاء الله تعالى، ويعني يسر الله أن كنت أستاذا، يجب أن تكون يعني إنسانا طيبا، تساعد الطلبة وتتعامل معهم بتواضع وبدون يعني تعالي. لأن بعض الأساتذة يتعاملوا مع الطلبة كأنه هو البرج العالي، وكأنه هو الذي وصل إلى القمة، وأن الطلبة يعني مجرد أطفال صغار يلعبون في الشارع. هذه إشكالية يجب أن نتجاوزها. نحن نريد السوسيولوجي الحق الذي يكون كما قال غرامشي مثقف عضوي، مثقف عضوي يمتزج بالمجتمع، يمتزج بالشعب، يعني يعيش مع الشعب وكذا، وهو واحد من الشعب، ولا يتميز عن الشعب إلا بفكره، ولا يتميز عنهم بلباسه وبالأماكن التي يرتادها وبكذا، وبابتعاده وبمحاولة التمايز الاجتماعي بالمنطق بيير بورديو، بمنطق التمايز الاجتماعي لا ديستانكسيون. لا، نحن نريد المثقف العضوي، الشاب السوسيولوجي الذي يكون همه رفعة مجتمعه ورفعة يعني وطنه ورفعة بلاده وغيرها، ويعني سواء كان نقديا أو كان وظيفيا لا يهم. إذا كنت نقديا فمرحبا، إذا كنت شخصا وظيفيا تميل إلى النظام، فتلك يعني خياراتك وحريتك، كل له حريته ومنهجيته وحياته. نحن لن نفرض على الناس أن يكونوا كلهم نقديين وكلهم مثلا صراعيون، لا، لا بد أن يكون هناك شخص صراعي، شخص وظيفي، شخص يميل إلى التفاعل الرمزية، شخص إلى آخره. مرحبا، كيف هل قراءات كل شيء؟ القراءة، لا أقول القراءة بالنسبة للسوسيولوجيا. سأختم كلامي لكي لا أطيل عليكم. أنا أتحدث عن الصراع الذي طرأ بين السوسيولوجيا والفرنكوفونية. على كل، أخي الكريم، أنا أنصحك بالقراءة أخي محمد أزاطام، وتابع ما ننشره، ستستفيد إن شاء الله تعالى، شيئا فشيئا ستبني المعرفة. بالنسبة للقراءة، ماذا سنقرأ؟ أنا أقول لكم تجربتي الخاصة. أنا لست مثلا، أنا لست طالبا في السوسيولوجيا الآن. أنا يعني قرأت علوم التربية، قرأت الجغرافيا، قرأت السونس دو ليديوكاسيون، علوم التربية بالفرنسية، عندي تكوين مزدوج بالعربية وبالفرنسية، قرأت أيضا باللغة الفرنسية، درست، أنا أقول لك قرأت، درست، يعني درست يعني باللغة الفرنسية، ودرست أيضا باللغة العربية، والكتب التي أقرأها قرأت باللغة العربية، أقرأ باللغة الفرنسية وبالإنجليزية أيضا. فيعني كيف يعني تعلمت يعني بعض المبادئ، يعني لازلت أتعلم، يعني أنا مثلا أتعلم وأتقاسم معكم، يعني لا أقول لكم بأنني أفهم، وإنما ما أتعلمه أتقاسمه معكم، يعني في إطار التكوين، يعني ما أقومه به معكم هو مجرد يعني إنسان يجتهد ويتقاسم. هذه الأشياء كيف بدأت؟ بدأت بالقراءات، أقرأ دائما. عندما أقرأ أناقش، ما أحيانا أقوم بفيديو، أحيانا أكتب، أحيانا أناقش مع شخص آخر إلى آخره، وأقرأ بشكل صوتي، أحيانا أقوم أنشر فيديو يعني على اليوتيوب وغيرها. هذه الأشياء ساعدتني على أنني أستفيد وأتعلم مجموعة من الأشياء. بدأت بقراءة النظرية، نظرية في علم الاجتماع، وقرأت ثلاثة كتب كما يعني شاهدتم، ثم قرأت مجموعة من الكتب باللغة الفرنسية،
قرأت مثلا كتاب رايت ميلز الخيال السوسيولوجي، نهيته يعني اليوم. قرأت أيضا كتاب، مجموعة من الكتب في سوسيولوجيا التربية، كتب كثيرة لأنني أنا تخصص سوسيولوجيا التربية، فقرأت مجموعة من الكتب سوسيولوجيا التربية. قرأت أيضا سوسيولوجيا إيرفين غوفمان بالفرنسية، قرأت أيضا سوسيولوجيا أنتوني جيدنز باللغة الفرنسية، قرأت أيضا سوسيولوجيا بيير بورديو. هذه كتب، كتب فقط حولهم يعني. كتاب يختصر سوسيولوجيا إيرفين غوفمان قرأته، كتاب يختصر سوسيولوجيا أنتوني جيدنز بالفرنسية قرأته، كتاب يختصر سوسيولوجيا دوركايم أنا أقرأه الآن، وكتاب آخر حول إيميل، يعني إيميل دوركايم هو أيضا أقرأه. يعني مجموعة من الكتب التي قرأتها في مسائل النظرية والسوسيولوجيين إلى آخره، لكن إن شاء الله ما زلت أبحث لكي أقرأ أمور أخرى لها علاقة مثلا بالمناهج وغيرها، وسأعمق الدراسة والبحث. يعني نحن في إطار التكوين، يعني هذه المجموعة هي فرصة للتكوين وللتبادل الخبرات وللاستفادة وللتعلم، ولذلك عندما تجدوني أتكلم فهذا نوع من التكوين، نوع من التكوين الذاتي. عندما تتكلم نوع من التكوين الذاتي، تكتب نوع من التكوين الذاتي، تناقش وكذا إلى آخره. يعني بهذه الطريقة يمكن لكم أن تطوروا ذواتكم. لذلك أقول لكم اقرأوا كثيرا، وأختم بنصيحة يعني أعتبرها شعارا في حياتي سأختم بها، ومن أخذها كشعار أقسم بالله هذا الشخص سوف يطور نفسه بشكل كبير جدا. وشعاري في الحياة وهو Les grandes réussites sont le fruit de l'apprentissage durable. Les grandes réussites sont le fruit de l'apprentissage durable. Apprenez à apprendre chaque jour. هذه مقولة كتبتها والحمد لله هذه المقولة انتشرت في مجموعة من المواقع. Les grandes réussites sont le fruit de l'apprentissage durable. Apprenez à apprendre chaque jour. النجاحات الكبيرة هي ثمرة العمل الدائم. تعلم أن تتعلم بشكل يومي. إذا وصلت أنت إلى أن تتعلم بشكل يومي، أقسم بالله في ظرف شهور ستتطور في السوسيولوجيا وغيرها. إذا إن شاء الله تعالى من يقرأ بشكل يومي وتعلم بشكل يومي، أنا متأكد أنه سوف يبلغ مرتبة من العلم مهمة جدا في ظرف شهور. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي لكم جميعا.